السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصدر رزق الوحيد له طبعا محل تصميم بدل الرجالة على مستوى قطاع غزة كله. للأسف هذا المرة الثالثة للاجتياح اليوم. زي ما انت شايفين المكان هيو جنب الولد محروق ولا حاجة ضلت في المحل زي ما انت شايفين. يعني نطلب العوض من رب العالمين ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حاجة نقدر نستصلح، لا باب ولا حجر ولا أي إشي. يعني قبل كان الواحد في أمل إنه يستصلح، اليوم ما فيش ولا حاجة زي ما أنتم شايفين. نطلب العوض من رب العباد. يعني مش عارف الواحد بعدها إيش بدي يسوي، بدي يدبر حال، والله ما عارف. بتمنى تدعمونا بميزة شكرا وتشتركوا في القناة وتدعمونا بالمشاركات وباللايكات وباللي ربنا يقدركم عليه.